فضلا عن استفادة الساكنة بمزايا الغاز الطبيعي بالنظر للطلب المتزايد والتوسع العمراني الذي تشهده ولاية الجمهورية، تحدي آخر أمام مجمع صنع الغاز في مرافقة المد الاستثماري بعد التحسن في مناخه المشجع للتدفقات الاستثمارية والعينة من إحدى أهم المناطق الصناعية بولاية برج بوعريرج. في إطار تموين المناطق الصناعية بالكهرباء والغاز، قامت مديرية توزيع برج بوعريرج، خاصة وأن ولاية برج بوعريرج بصفتها ولاية صناعية بامتياز، بتموين مشتى فاطمة بثلاث منطلقات 30 كيلو فولت ومحول غاز 30 متر ساعي. المنطقة الصناعية مشتى فاطمة التي بإمكانها توطين أكثر من 384 مشروعاً استفادت من محطة لتخفيض الضغط التي بإمكانها ربط كل القطع وتلبية طلب أي مستثمر صناعي وافد بشكل مباشر، إذ لا يمكن الاستغناء عن المصدرين الطاقويين الكهرباء والغاز لأي خط إنتاج. قمنا بوضع حيز الخدمة محطة خفض ضغط الغاز بسعة 30,000 متر مكعب ساعي، وذلك لتلبية كل حاجيات المستثمرين المتواجدين في هذه المنطقة بالطاقة الغازية. مع الربط النهائي للمادة نتاع الغاز لازون اندستريال مشتى فاطمة، اون فا ايسي مانو دوغمونتي لا برودكسيون دون فاسون دون اوتر فاسون ان شاء الله، اون فا ايسي دو فار لي بيرسبكتيف تاعنا بار القدام ان شاء الله. الغاز في خدمة التنمية المحلية وامام الاحتياطات المعتبرة والتي تمكن الجزائر من الوفاء بالتزاماتها الطاقوية في الأسواق الدولية خدمة للاقتصاد الوطني.